في ترند الأهلي، موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة غدا. كمان في ترند الأهلي، السلية يشارك في المران الجماعي. وفي الترند العالمي، الليلة انطلاق مونديال اليد في مصر. أهلا بحضراتكم من جديد، ونستعرض مع بعض النهاردة مجموعة من المباريات. لكن طبعا الحدث الأبرز بالنسبة لنا النهاردة هو افتتاح كأس العالم لكرة اليد اللي هتنظمها مصر خلال الفترة الحالية. ومباراة الافتتاح النهاردة الساعة 7 بتوقيت القاهرة بتجمع منتخب مصر مع منتخب تشيلي. لكن في مباريات كرة القدم في عديد من المباريات، أروح طبعا لمباراة اليوم في الدوري الإنجليزي. في مباراتين، الساعة 8 مانشستر سيتي هيلعب مع برايتون، والساعة 10 وربع توتنهام هيلعب مع فولهام. مباراة اليوم أيضا في كأس ليبرتادوريس طبعا لقاء الإياب الساعة 12 وربع صباحا، وهو بالتأكيد صباح اليوم التالي، صباح يوم الخميس. سانتوس هيلعب مع بوكا جونيورز، وهذه هي مباراة الإياب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. طيب مباراة اليوم أيضا في كأس إيطاليا، في مباراة بتتلعب في هذا التوقيت وأنا معاكم على الهواء مباشرة. فورنتينا بيلعب مع إنتر ميلان وخسران بهدف مقابل لا شيء لصالح الإنتر. والساعة 7 إلا ربع نابولي هيلعب مع إمبولي، والساعة 10 إلا ربع يوفنتوس هيلعب مع جنوة. طبعا مباريات كثيرة وعديدة في الدوريات الأوروبية، لكن بالطبع النهاردة الحدث الأبرز هو افتتاح كأس العالم لكرة اليد بين مصر وتشيلي. وكل التوفيق يا رب لفراعنة اليد في تقديم بطولة جيدة وتنظيم بإذن الله ولا أروع. العالم كله سيتحدث عنه خلال الأيام القادمة.